عمير بن سعد في كبره. وقفنا سابقا على صورة فذة وضيئة من حياة الصحابي الجليل عمير بن سعد في صغره، فتعالوا نقف الآن على صورة رائعة مشرقة من حياته في كبره، وستجدون أن الصورة الثانية لن تقل عن الأولى جلالا وبهاء. كان أهل حمص شديد التذمر من ولايتهم، كثير الشكوى منهم، فما جاءهم من وال إلا وجدوا فيه عيوبا وأحصوا له ذنوبا، ورفعوا أمره إلى خليفة المسلمين وتمنوا عليه أن يبدلهم من هو خير منه. فعزم الفاروق رضوان الله عليه أن يبعث إليهم بوال لا يجدون فيه مطعنا ولا يرون في سيرته عيبا، فنثر كنانة رجاله بين يديه وعجم عيدانها عودا عودا، فلم يجد خيرا من عمير بن سعد. وعلى الرغم من أن عميرا كان إذاك يضرب في أرض الجزيرة من بلاد الشام إلى رأس جيشه الغازي في سبيل الله، فيحرر المدن ويدك المعاقل ويخضع القبائل ويقيم المساجد في كل أرض وطئتها قدماه، وعلى الرغم من ذلك فقد دعاه أمير المؤمنين وعهد إليه بولاية حمص وأمره بالتوجه إليها، فأذعن للأمر على كرهه منه لأنه كان لا يؤثر شيئا على الجهاد في سبيل الله. بلغ عمير حمص فدعا الناس إلى صلاة جامعة، ولما قضيت الصلاة خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، إن الإسلام حصن منيع وباب وثيق، وحصن الإسلام العدل وبابه الحق، فإذا دك كالحصن وحطم الباب استبيح حما هذا الدين. وإن الإسلام ما يزال منيعا ما اشتد السلطان، وليست شدة السلطان ضربا بالصوت ولا قتلا بالسيف، ولكن قضاء بالعدل وأخذا بالحق. ثم انصرف إلى عماله لينفذ ما اختطه لهم من دستور في خطبته القصيرة. قضى عمير بن سعد حولا كاملا في حمص، لم يكتب خلاله لأمير المؤمنين كتابا، ولم يبعث إلى بيت مال المسلمين من الفيء درهما ولا دينارا. فأخذت الشكوك تساور عمر كان شديد الخشية على ولاته من فتنة الإمارة، فلا معصوم عنده غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لكاتبه: اكتب إلى عمير بن سعد وقل له إذا جاءك كتاب أمير المؤمنين فدع حمص وأقبل عليه، واحمل معك ما جبيت من فيء المسلمين. تلقى عمير بن سعد كتاب عمر رضي الله عنه وعن عمير، فأخذ جراب زاده وحمل على عاتقه قصعته ووعاء وضوئه، وأمسك بيده حربته وخلف حمص وإمارتها وراءه، وانطلق يحث الخطى مشيا على قدميه إلى المدينة. فما كاد يبلغ عمير المدينة حتى كان قد شحب لونه وهزل جسمه وطال شعره وظهرت عليه وعثاء الصفر. دخل عمير على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فدهش الفاروق من حالته وقال: ما بك يا عمير؟ فقال: ما بي من شيء يا أمير المؤمنين، فأنا صحيح معافى بحمد الله. فقال عمر: وهل جئت ماشيا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أما أعطيت من الإمارة دابة تركبها؟ فقال: هم لم يعطوني وأنا لم أطلب منهم. فقال عمر: وأين ما أتيت به لبيت المال؟ فقال: لم آتي بشيء. فقال عمر: ولما؟ فقال: لما وصلت إلى حمص جمعت صلحاء أهلها ووليتهم جمع فيئهم، فكانوا كلما جمعوا شيئا منه استشرتهم في أمره ووضعته في مواضعه وأنفقته على المستحقين منهم. فقال عمر لكاتبه: جدد عهدا لعمير على ولاية حمص. فقال عمير: هيهات، فإن ذلك شيء لا أريده، ولن أعمل لك ولا لأحد بعدك يا أمير المؤمنين. ثم استأذنه بالذهاب إلى قرية في ضواحي المدينة يقيم بها أهله، فأذن له. لم يمضي على ذهاب عمير إلى قريته وقت طويل حتى أراد عمر أن يختبر صاحبه،
وأن يستوثق من أمره، فقال لواحد من ثقاته يدعى الحارث: انطلق يا حارث إلى عمير بن سعد وأنزل به كأنك ضيف، فإن رأيت عليه أثار نعمة فعد كما أتيت، وإن وجدت حالا شديدة فأعطه هذه الدنانير، وناوله صرة فيها 100 دينار. انطلق الحارث حتى بلغ قرية عمير بن سعد فسأل عنه فدل عليه، فلما لقيه قال: السلام عليك ورحمة الله. فقال عمير: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من أين قدمت؟ فقال: من المدينة. فقال عمير: كيف تركت المسلمين؟ فقال: بخير. فقال عمير: كيف أمير المؤمنين؟ فقال: صحيح صالح. فقال عمير: أليس يقيم الحدود؟ قال: بلى، ولقد ضرب ابنا له لفاحشة أتاها. فقال عمير: اللهم أعن عمر، فإني لا أعلمه إلا شديد الحب لك. أقام الحارث في ضيافة عمير بن سعد 3 ليال، فكان يخرج له كل ليلة قرصا من الشعير. فلما كان اليوم الثالث قال للحارث رجل من القوم: لقد أجهدت عميرا وأهله، فليس لهم إلا هذا القرص الذي يؤثرونك به على أنفسهم، وقد أضر بهم الجوع والجهد، فإن أردت أن تتحول عنهم إلي فافعل. عند ذلك أخرج الحارث الدنانير ودفعها إلى عمير، فقال عمير: ما هذه؟ فقال الحارث: بعث بها إليك أمير المؤمنين. فقال: ردها إليه واقرأ عليه السلام وقل له لا حاجة لعمير بها. فصاحت امرأته وكانت تسمع ما يدور بين زوجها وضيفه وقالت: خذها يا عمير، فإن احتجت إليها أنفقتها، وإلا وضعتها في موضعها، فالمحتاجون هنا كثير. فلما سمع الحارث قولها ألقى الدنانير بين يدي عمير وانصرف، فأخذها عمير وجعلها في سرر صغيرة، ولم يبت ليلته تلك إلا بعد أن وزعها بين ذوي الحاجات، وخص منهم أبناء الشهداء. عاد الحارث إلى المدينة فقال له عمر: ما رأيت يا حارث؟ فقال: حالا شديدة يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أدفعت إليه الدنانير؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال عمر: وما صنع بها؟ فقال: لا أدري، وما أظنه يبقي لنفسه منها درهما واحدا. فكتب الفاروق إلى عمير يقول: إذا جاءك كتابي هذا فلا تضعه من يديك حتى تقبل عليه. توجه عمير بن سعد إلى المدينة ودخل على أمير المؤمنين، فحياه عمر ورحب به وأدنى مجلسه، ثم قال له: ما صنعت بالدنانير يا عمير؟ وما عليك منها يا عمر بعد أن خرجت إلي عنها؟ فقال: عزمت عليك أن تخبرني بما صنعت بها. فقال: ادخرتها لنفسي لأنتفع بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. فدمعت عين عمر وقال: أشهد أنك من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. ثم أمر له ب60 صاعا من طعام وثوبين. فقال عمير: أما الطعام فلا حاجة لنا به يا أمير المؤمنين، فقد تركت عند أهلي 2 صاعين من شعير، وإلى أن نأكلهما يكون الله عز وجل قد جاءنا بالرزق. وأما الثوبان فأخذهما لأم فلان، يعني زوجته، فقد بلي ثوبها وكاد تعرى. لم يمض طويل وقت على ذلك اللقاء بين الفاروق وصاحبه حتى أذن الله لعمير بن سعد بأن يلحق بنبيه وقرة عينه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طالت أشواقه إلى لقائه. فمضى عمير في طريق الآخرة وادع النفس واثق الخطوة، لا يثقل كاهله شيء من أحمال الدنيا، ولا يثقل ظهره عبء من أثقالها. مضى ليس معه إلا نوره وهداه وورعه وتقاه. فلما بلغ الفاروق نعيه اعتصر الأسى فؤاده وقال: وددت أن لي رجالا مثل عمير بن سعد أستعين بهم في أعمال المسلمين. رضي الله عن عمير بن سعد وأرضاه، فقد كان نمطا فريدا بين الرجال، وتلميذا متفوقا في مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. العبرة اللي ممكن ناخدها من قصة سيدنا عمير بن سعد في كباره، في أن اللي هيكون مع ربنا في صغره ربنا سبحانه وتعالى هيكون معه
في كبره ويكون معه إذا جاءته الفتنة. سيدنا عمير بن سعد بولي بأنه يعول أسرة وبولي بولاية حمص، فلولا أنه كان في صغره ليه حال كده مع ربنا سبحانه وتعالى ما كانش ممكن يتحمل الفتنة دي. يعني إحنا كلنا هنبتلى، ما فيش فيها كلام، ما فيش فينا واحد هيعدي من الامتحان ده، ما فيش فينا حد ممكن ما يتفتنش، لا كلنا بنتفتن، كلنا لازم نتعرض للفتن، لأن الفتنة بالنسبة لنا عاملة زي ورقة الامتحان. فما فيش طالب بيدرس قال لما يجي يوم ويتقال له يلا عشان في امتحان. أو إحنا برضو كده في الدنيا، يعني قاعدين بنعيشين الدنيا وعاملين بناخد دروس وبنتعلم كلمة من هنا وكلمة من هنا، فينا اللي واخد الموضوع بجدية وعمال بيذكر دينه وعمال بيسعى في الأرض وعمال بيحاول يصلح وعمال بيحاول يجتهد وعمال بيزكي من نفسه وعمال بيعدل من تصرفاته وعمالة بتحسن من أخلاقها وعمالة بتربي في عيالها وعمالة يعني بتبذل الجهد في إصلاح الزوج وإصلاح حالها مع زوجها وبتجتهد في الإصلاح ما بين إخواتها وما بين المجتمع اللي عايشة فيه، يعني في بذل وشغل، كلنا عمالين بنجتهد. بس في يوم من الأيام هيجي يوم وهيتقالك خدي بقى الفتنة دي، خدي الامتحان ده. ازاي بيبقى شكله ايه الفتنة دي؟ الفتنة دي بتبقى يعني لا اما بالسراء لا اما بالضراء، يعني تلاقي مثلا الدنيا فتحت عليكي والفلوس جريت في ايديكي وكل يوم والتاني خروجات وفسح والزوج بيفكر يتجوز واحدة واتنين وتلاتة تاني عليكي، وفي فتنة تانية الفلوس برضو جريت في ايديكي وابتديتي بقى تفكري بقى ايه تشتري بقى اللبس اللي كان نفسك فيه وتديها بقى طرف وتديها متعة بقى وخروج وفسح برضو، وتركتي العبادة وتركتي السعي اللي كنت بتسعيه، ويعني حصل تعارض كده ما بين متعتك وما بين السعي والبذل. فكل ما تيجي تبذلي وتسعي للاتجاه الصح تلاقي نفسك بتقولي لنفسك ايه وانا مالي، مش هوجع قلبي معاهم، هم يعني هم كبار كفاية، يعني هم مش عارفين، ولا عايزة تكملي في طريق الدعوة ولا عايزة تكملي في طريق العلم، وخلاص بقى ايه ركنتي الى الدعاء بقى، ركنتي الى الراحة ماشي. وممكن تجيلك الفتنة بمحنة مادية تضطرك لترك العمل الجميل اللي كنت بتعمليه من تربية أولادك وتنزلي بقى تشتغلي وتنزلي بقى تختلطي وتلاقي الفساد في شغلك، وبدل ما تقاوميه وتجاديه لا انت كمان بتخش معاهم في المنظومه دي وبتبرر لنفسك بان انت ما معكيش فلوس تصرفي على عيالك، وان انا خلاص بقى انا هعمل بقى اي حاجه عشان اجيب الفلوس عشان عيالي وعشان زوجي يرضى، بقى لازم البس اللبس ده لاحسن هيتجوز عليا لو ما كنتش اعمل كده. وايه والفتن من حوالينا، بس احنا مش شايفينها فتن، احنا شايفينها يعني مشكلة وكأني عايز أهرب منها بأي شكل وخلاص. لا هي فعلا مشكلة، هي فعلا محنة، بس مش بأي شكل ولا أي طريقة تخرجي منها. لازم تخرجي منها فائزة، لازم تخرجي منها منتصرة، ومستحيل هتقدري تعدي الفتنة دي والمحنة دي بشطارتك. ريح نفسك، لأن ولا أنت قادرين على المحنة دي وتوابعها وشديدة. المحن وفتن الدنيا شديدة على فكرة، مش تقدر عليها. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعينك هي ان انت عملت علاقة كويسة مع ربنا، بقى عندك ثقة في الله، بقى عندك توكل، بقى عندك رضا، بقيتي تعرفي مثلا لما تخافي تقولي ايه، بقيتي تعرفي لما تقبل عليك الدنيا تعملي، يعني عارفة انت راسك من رجليك وبتعرفي يعني اذا ربنا مديك شوية كده مفاتيح في التصرف بيها في الدنيا، فانت لما بتجيلك بقى الفتنة بتحاولي تجتهدي وتتذكري بقى الكلام اللي انت درستيه والكلام اللي انت اتعلمتيه ده بقى في الموقف ده، بس وبتقولي يا رب بس كده، مش مطلوب منك اكتر من كده. او ما تقولي يا رب الحقني، يا رب انا مش قادر الفتنة دي، يا رب انا مش عارفة اتصرف، يا رب انا خايفة يحسن اسيب الطريق ده، يا رب انا خايفة من الفتنة دي انها تأثر في ديني. هتلاقي نزل عليكي مدد من الله عينك على الفتنة دي سواء في السراء او في الضراء. الفتن دي لو ما كانتش جاتلك فاستعد لها بقى من دلوقتي،
استعدلها من دلوقتي بتستعد ازاي؟ تستعدي باتباع الوحي، يعني الرسالة اللي جابها لنا سيدنا عمير، تمسكي بالوحي، تمسكي بالدين، تمسكي بأن مرجعيتك هي القرآن والسنة. يعني مش مرجعيتي أهلي والناس اللي حواليا ومشاعري وألامي وإحساسي ورغبتي، لا لا لا، كل ده مش حقيقة. يعني مشاعرك مش حقيقة، مشاعر الغضب مش حقيقية، مشاعر السعادة مش حقيقية. يعني إيه مش حقيقية؟ يعني حاجات وقتية كده، مش حاجة قاعدة معاكي، فما تبنيش عليها بقى تصرفات. يعني مش عشان زعلت بقى خلاص بقى هقول بقى كل حاجة بقى، وهخبط بقى في الناس اللي حواليا بقى، وهجرح بقى، وههين بقى، وهفضح بقى. لا، اهدي، في ملايكة بتكتب تدريبات في الامتحان، مش عشان اتفتنت وجوزي اتجوز عليا يلا بقى البس بقى واوريله بقى، وانا بقى هنتقم بقى بالطريقه دي، وهعرف فلان وهمشي مع علان عشان انتقم وعشان اثبت له ان انا ايه ده. اهدي، انت في امتحان خلاص، هو سقط، انت ما تسقطيش. الامتحان مطلوب منك تخرجي منه زي ما دخلتي، داخله بدينك وتخرجي بدينك، داخله باخلاقك وهتخرجي باخلاقك. اوعي تخلي الفتن والمحن تخرجك ولا تهزك كده وتخرجك عن اللي انت عارفه انه صح. اثبتي عليه. مؤلم، مؤلم، هتحسي بالالم، ايوه هتحسي بالالم، هتحسي بالغيظ، طبعا في حاجه اسمها غيظ القلب، ايوه في حاجه اسمها غل، كل ده مشاعر بتحصل في القلب. الم نفسي، هتحسي بالالم النفسي. هتحمله ازاي ده؟ بالاستعانه بالله. سيدنا عمير بيقول لك بصي الدنيا عاملة ازاي، انا عانيت قد ايه، بس شوفي حجم السعادة اللي انا فيها دلوقتي، شوفي حجم المتعة اللي انا فيها دلوقتي، شوفي حجم الراحة اللي انا فيها دلوقتي. لا تغرك الحياة الدنيا، هتعدي هتعدي هتعدي، وما فيش فيها انبساط ولا ما فيها فرحة ابدا دائمة، ولا فيها ابدا الم دائم. اشكر ربنا سبحانه وتعالى على ان ادينا الامتحان والمكافأة بتاعته كبيرة جدا، ادانا الامتحان وبيساعدنا فيه وبيعنا عليه وكمان بكافئنا عليه. اللهم لك الحمد يا رب على انك انت معانا في الرخاء ومعانا في الشدة، واذا طلبنا منك انك انت تعلمنا بتعلمنا، واذا طلبنا منك انك انت ما تعرضناش للفتن ما بتعرضناش للفتن، واذا تعرضنا للفتن بتبقى معانا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.